سفير بلادي في مواجعها، وصوتها الحر في الأبطال والمدن. منذ الولادة الوحيدة في وطن، لقلت يا أيها الدنيا أنا يمن. اسمحوا لي في البدء أن أنقل لكم تحيات فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. قال رجل المؤمن لليمن الاتحادي مشروعه الذي مستعد، الذي قدم لأجله التضحيات، مستعد لأجله المزيد من التضحيات دون مبالغة ودون ميليشيات جاهزة. اتصل علينا ونحن في هذه السفينة أكثر من مرة ليطمئن ولينقل لكم تحياته، لأنه كان حريص خاصة بعد الضجيج الذي أثير حول هذا الاحتفال. كان حريص بأن يراقب وأن يستمع إلى تحضيرات أبنائه وأبناء أجيال المنية في نيويورك للاحتفال بهذا اليوم العظيم. والشكر موصول، كل الشكر إلى أعزائنا أبناء أجيال المنية في نيويورك، وللأخ العزيز عبد السلام مبارز، ولمنية دائمة في نيويورك. وأشكر زميلي العزيز الأخ خالد اليماني الذي أعمل في واشنطن، نحن نعمل في إطار من التنسيق والوئام والعلاقة الوطيدة. كما أسعد أن أرى العديد من رجالات الدولة اليمنية الذي كانت لهم أدوار ومساهمات في مواقف صعبة، وأخص بالذكر أخي العزيز الأخ عبد التلف الذي عشنا سويا أيام صعبة أمام محام العاصمة صنعاء. تحياتي لأمهاتنا وأخواتنا الذين تجشموا العناء وهم مبيدات الذين اليوم يرصع كالآلة هذا الحفل اليوم وجودهم بيننا. آبائي وزملائي وأخوتي، وأنا أسعد كثيرا بأن أرى هذا الجمع الكبير من الشباب بهذه العفوية. هذا حفل لم تقمه السفارة اليمنية ولم تقمه المندوبية، هذا حفل أقامه اليمنيين الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في نيويورك للاحتفال بهذا اليوم العظيم. نحن باركنا هذا الحفل، نحن كنا جزء من هذا الحفل، وكنا حريصين على إيجاد هذا الحفل لأنه في هذا الظرف تحديدا يرسل رسائل عدة، وأنا أعتقد ما أحوجنا لقراءة هذه الرسائل في هذا الظرف الذي يمر فيه يمننا ووطننا الغالي. ما أهم وما أعظم بأن نتوحد في هذا الظرف. إن لم نتوحد في هذا الظرف متى نتوحد؟ ووطننا وأبناء شعبنا يعانوا في، أنا أعتقد ما تمر به اليمن اليوم وما حصل من تمزق في نسيجها الاجتماعي لم يحدث لليمن منذ 100 سنة. لكن إرادة هذا الشعب وتصميمه وتضحيات أبنائه جعلت من هذا البلد رمز وعنوان للصمود والصبر. وكنا أتذكر في 2015 ونحن أنا كنت في جنيف في الجولة الأولى للمشاورات، وقال لي أحد أعضاء وفد الجماعة الانقلابية، وكنا نسيطر على أجزاء من عدن وأجزاء من مارب، قال لي ليس أمامكم سوى الفنادق، ليس أمامكم سوى الفنادق. واليوم أنا أقول لهم أمامنا كل اليمن من أقصاها إلى أقصاها، نحن في صحراء اليمن، نحن في حضرموت، نحن في سقطرة، نحن في مارب، نحن في تعز، نحن على عتاب، كل المدن اليمنية، نحن في نهم نستنشق هواء صنعاء الحبيبة. علينا أن ننسى الأنا، علينا أن لا نخاطب الأنا، ليس وقت الأنا الآن، الآن وقت الجمع، وقت نحن اليمن، نحن أبناء اليمن، علينا أن ندافع على هذا الأرض ونعيد لليمن ألقه، جميعنا نفتخر. وما أعتقد أي واحد فينا يقدم نفسه لأي شقيق عربي ويقول باليمن إلا ويقول له أنتم أصلنا. في الوقت الذي كان العالم كله في ظروف حضارية مختلفة، كانوا اليمنيين يعيشون في القصور، وكان رمز الحضارة اليمنية يعني ورموزها كانت مستوى عالي من الرقي والحضارة.
لذلك أنا أوجه رسالتي تحديدا لأبائي والأخوتي من أبناء الجالية اليمنية في أمريكا. وأنتم في أمريكا لستم مختلفين، لستم، ليس حالكم كحال أي جالية أخرى، أنتم جزء أصيل من هذا المجتمع، ويجب أن تحرصوا أن تكونوا جزء مؤثر في هذا المجتمع. لا نريدكم أن تنشغلوا بمشاكل الداخل. إذا أردتم أن تعينونا في الداخل عليكم أن تتوحدوا هنا، عليكم أن تكونوا جزء أصيل ومؤثر في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد، حتى تصبحوا مؤثرين وحتى ينعكس دوركم وتأثيركم في مراكز اتخاذ القرار وتعينوا وطنكم الأم. نريدكم أن تحافظوا فقط على هويتكم ودينكم، هذا ما نحظكم عليه. لأنه كم هو جميل، أنا لم أشعر عندما ذهبت إلى ميتشيغان وتحديداً إلى هامتراك، شعرت أننا سفير دولة عظمى، وأنا أتجول في شوارع المدينة وأرى استقبال من الماير إلى أدنى شخص بفعل تأثير الجالية اليمنية. علينا أن نركز وأن نصوب كل جهودنا من أجل وحدة الجالية ومن أجل المزيد من التأثير في الحياة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل إيجابي، وأن تكونوا منصاعين ومحترمين لهذا القانون ولهذا الدستور. وهناك مدرسة عظيمة في هذا البلد في القبول بالآخر وفي قولنا كل ما قيل. وأنا أزكي ما قالته أختي واصل في هذا الشأن. وهناك الكثير من قصص النجاح، ولا بأس في الاختلاف، لكن هناك فن وأدب في الخلاف والاختلاف. وندع كل إنسان، فليحتفل كل بيت يمني في كل مكان ما دام سيحتفل بهذه الوحدة فمرحبا، مرحبا. فلنحيي الاحتفالات في كل مدينة وفي كل موقع وفي كل مركز وفي كل مكان ما دمنا نحتفل من أجل اليمن، فمرحبا بهذا الاحتفال. علينا أن نتحدث، ونحن نتحدث عن الوحدة اليمنية اليوم، علينا أن ندرك كذلك أننا لا نتحدث عن الوحدة بصيغتها السابقة، ويجب أن يكون هذا الأمر واضحا. اليوم ونحن نتحدث عن الوحدة اليمنية ونرى فيها ألق جديد، نحن نتكلم عن الوحدة اليمنية بصيغتها الاتحادية الجديدة الذي أقرها اليمنيين في مؤتمر حوار وطن الشام، والذين أجمع عليها معظم أبناء الشعب. ونقبل أي رأي آخر، لا 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 ننكر على أي من أخوتنا أي رأي آخر، طالما كان هذا الرأي في إطار من السلمية وفي عدم الدعاء وحدة التنفيذ والقبول بالآخر، يعني وفقا لنواميس السياسة ونواميس القبول بالرأي الآخر، مرحب بأي وجهة نظر يقرها اليمنيين. لكن اليوم معركتنا الرئيسية مع هذا السرطان، مع هذه الجماعة الطائفية، مع هذا البعد الذي يحاول أن يفرض أجندة إيرانية على مجتمعنا، مع هذا يعني محاولة إعادة إحياء السلالية إلى اليمن، هذا المرض الخبيث الذي يحاول أن يعني ينهش في اللحم اليمني، علينا جميعا أن نتوحد لمواجهته. وأنا ليس لدي قلق، أنا مؤمن بأن الدماء الزكية لأبناء مارب التي أريقت في شبوة وفي بيحان، والدماء الزكية التي أريقت لأبناء حضرموت وأبين في صعدة، والدماء الزكية لأبناء الضالع الذي أريقت في 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 إب، وأبناء إب وتعز الذين دماءهم يعني أريقت يعني دفاعا عن الوطن في نهم، لا خوف عليهم. المسألة تتعدى المشاريع السياسية. الدماء اليوم الذي تواجه هذا المشروع الخبيث هي ما يوحد اليمنيين. إدراك المواطن اليمني البسيط الذي يرى ببصيرته دفاعا عن وطنه وعقيدته هو من يدافع عن هذا المشروع. نرى المشروع هذا اليوم شامخا في حضرموت في المكلا، نراه شامخا في مارب، وسنراه شامخا قريبا في تعز وفي عدن وفي صنعاء الحبيبة وفي صعدة وفي كل مكان إن شاء الله. بعد كل هذه التضحيات لن يقبل اليمنيين بما دون دولة النظام والقانون، دولة المساواة، دولة ثلثين بثلث، ما عاد تنفعش في المشكلة اليمنية. هذه ما بدينا عليه، هذا الأمر لا ينفع. الباب اللي يجيك منه ريح سدوسترية ما ينفع في معالجة قضايانا اليمنية. علينا أن نجابه ونواجه مشاكلنا بصراحة، وعلينا أن نجد حلول جذرية من أسسها حتى نعالج هذا الأمر. علينا أن نقيم الدولة الضامنة
التي تضمن لكل أبناء اليمن باختلاف مشارعهم التعايش وبناء دولة مستقرة، ولنا في تجارب الكثير من الأمم خير مثال. الوقوف اليوم مع الشرعية هو ليس وقوف مع أشخاص، وإن كان بحكم يعني مسؤوليتي في مؤتمر حوار وطني الشامل لفترة عصيبة مر فيها الوطن، وتجربتي الدقيقة من أثناء وجودي في مكتب رئاسة الجمهورية في أحرك الظروف التي كان المشروع فيها يكتمل لإسقاط الدولة اليمنية، شاهد أن هناك في اليمن رجال وفي مقدمتهم الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي مؤمنين ومستعدين للتضحية من أجل مشروع اليمن الجديد، مشروع اليمن القادم. نحن اليوم عندما نقف مع الشرعية لا نقف مع أشخاص ولا نقف مع نقف مع الدولة التي بوجودها وبقائها نحفظ المظلة الوطنية الجامعة لنا جميعا، وإذا سقطت إذا سقطت الدولة وإذا سقطت الدولة سقط اليمن. وأتذكر في هذا الشأن رحمة الله عليه حكيم اليمن الدكتور عبد الكريم الإذياني عندما قال: إذا كانت الشرعية عصا ممتلئة سأتمسك بها، لأنها هي الضامن الرئيسي لبقاء هذه الدولة والتي يجب أن ندافع عنها. لذلك أنا سعيد وأنا أستمع لكلمات أخوتي اليوم وهم يتلمسوا بعمق هذا المعنى في دفاعهم عن الشرعية وفي دفاعهم عن الدولة. لا أريد أن أطيل عليكم، اليوم حفل ساهر، علينا أن نحتفل، علينا أن يعني نطلق العنان لمشاعرنا الفياضة، لنرسل رسائل إيجابية لأنفسنا أولا ولأبناء شعبنا في الداخل، ونحن نحتفل بهذا اليوم المجيد للعيد الوطني الثامن، المناسبة العيد الوطني الثامنة عشر، وقلنا اليمن الاتحاد الجديد، الوحدة اليمنية بصورتها ورقها الجديد. أكرر تحياتي وتحيات زملائي في السفارة اليمنية في واشنطن وفي المندوبية الدائمة في نيويورك. أكرر مرة ثانية شكري يعني بالآلاف للجنة المنظمة، للشباب الرائعين واحد واحد، للأخ الجمهوري الذي قدم هذه المبادرة، للأخ عبد السلام، لكل أبناء الجالية دون استثناء. وسنحتفل يوم 26 إن شاء الله كذلك مع أبناء الجالية في سان فرانسيسكو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعاشر.